طيب هلا شباب، بدنا نحكي عن انطولوجيا اللغه العربيه، الاربيك انطولوجي، اللي هو مشروع عندنا في جامعه بير زيت. هذا محاضره بتلقوها مسجله في هذا اللينك. الريدنج ماتيريال تبعت هذه المحاضره هم تو ارتكلز. اول ارتكل اسمها بيلدينج ا فورمال Arabic ontology، كانت مع فكرة هاي الارتكل مكتوبة بالعربي مش بالانجليزي، وهي والعنوان الحقيقي تبعها نحو تأصيل منهجي لبناء انطولوجيا عربية، انعرضت في جامعة الدول العربية. يعني بتلكوا معلومات عن الموضوع، وبتلكوا كمان في ارتكل ثاني انتشرت في WWW conference في 2006. هي مش عن الانطولوجيا العربية، بس عن how to write gloss which is very very important للانطولوجيا العربية. طيب قسمنا المادة المحاضرة هاي إلى خمس أقسام. أول إشي بدنا نحكي عن شي هي الانطولوجيا العربية وشو بتحتوي وشو الديزاين تبعها، بعدين شو الجلوس وكيف نكتب الجلوس، بعدين شو التوب ليفلز تاعت الانطولوجيا العربية، بعدين شو الفرق بين الانطولوجيا العربية والويردنت، او على فكرة مش الانطولوجيا العربية والويردنت، شو الفرق بين انطولوجي ويردنت كمان هنتطرق لها، وشو الفرق بين ليكسيكال لينغويستيك انطولوجي او ليكسيكال انطولوجي مع انطولوجي ابلكيشن. بعدين هناخذ شوية ريسيرش اللي هو هاو تو بيلد سيستم سينسكس اوتوماتيكلي. ها هنحكي على الموضوع. طيب شو هو نبدأ المحاضرة في الفرق بين شو الفرق بين أقول application ontology و linguistic ontology. طبعا الانطولوجيا العربية هي linguistic ontology، لأنه في الوقت في الأيام اللي بنعيشها في كثير أهمية قاعدة بتزيد، أهمية وقاعدة بتزيد للانطولوجيات اللغوية. فإذا بدنا نقارنها في الابلكيشن اونتولوجيز اللي بنعرفها، اللي هي الاونتولوجيز اللي بنبنيها عادة مش للغة، احنا الاونتولوجيز عادة بنبنيها للابلكيشنز زي الفوف والبلستينيان جفرمنت اونتولوجي واي اونتولوجي انت بتبنيها لتطبيق، بنقول في الابلكيشن اونتولوجيز ما في بولوسون، ما بناخذ بعين الاعتبار انها الكلمة لها اكثر من معنى، عادة بناخذ لها معنى واحد في سياق معين في سياق الابلكيشن تبعنا، ف there is no policy. الشيء الثاني انه الابلكيشن اونتولوجي بتمثل معرفي في لا في دومين معين او في لا ابلكيشن معين، وبتكون عاده نبنيها بهدف معين، بهدف معين، فبتكون يعني بكون في راسنا لايش بدنا اياه. بينما في اللينجويستيك اونتولوجي هي بتمثل is a representation of the semantics of all words in a human language. Well, all words أو words يعني في الآخر أنت بتمثل معاني كلمة موجودة في لغة معينة باستقلالية عن application معين، يعني ما أنت بتفكر شو بده يكون الابلكيشن. زي الانجليش وردنت، فأنا بعتبر إنه الانجليش وردنت هو عبارة عن application. ايه سوري لينجويستيك اونتولوجي. فكمان مره اللينجويستيك اونتولوجي بيكون فيها عاده لازم ناخذ باعتبار ايش؟ البوليسي، تعدد وعلى فكره وترادف، متاسف انا ما حطيتش، تعدد وترادف الكلمات اللي بنستعملها لحتى نشير بالكونسنس. الشيء الثاني انها المنتج النهائي اذا بنساوي لينجويستيك اونتولوجي للغه معينه بيطلع عندنا سريليا كومون سنس نولج. يعني انا بسالك كل المفاهيم اللي العرب بيحكوها، يعني اذا سوينا انطولوجي للغه العربيه عمليا عملنا انطولوجي وجمعنا وصنفنا كل المفاهيم اللي العرب بيحكوها مفاهيم. It can be used for general purposes. طيب الانطولوجي العربيه زي ما حكيت هي linguistic ontology، مشروع
بلش 2010 في معهد ابن سينا بجامعة بير زيد، مع ان الفكرة كانت موجودة قبل اربع خمس ست سنين يعني، وكيف لازم نسمع. هذا مش وردت، انا مصر جدا انه الارابيك انتولوجي مش وردت، ولكن لها نفس ستراكتر تاعها. الفرق بالمحتوى مش بالديزاين والشكل وبصحة المعلومة، بس بما انها نفس ستراكتر it can be used as Arabic word but it's not. هنحكي خلال المحاضرة انه الـ Arabic ontology هي logically and philosophically well founded، وانه الجلوسز بتختلف والى اخره. على اي حال هذا الموقع تبع المشروع اللي في المعهد، مشروع الانتولوجيا العربية. وأحب أشير لأنه السيدنج ماني لهذا المشروع كان مدعومي أنا، حاجة صغيرة 10,000 دولار كان مدعومي، أو أكثر من 14,000 دولار مدعومي من جامعة بير زيت، من لجنة الأبحاث في جامعة بير زيت. طيب لأيش نستعملها؟ Well, information search and retrieval. ممكن تستعمل عربي كونتولوجي فيه؟ ليش؟ To enrich queries and improve quality of the results. Expand the query. يعني أنا بدي تبحث عن شغلة، بدك الكمبيوتر ما يمشي يعمل string matching. شو يساوي؟ يدور على، يعني أنا ببحث بدي إجازي، كلمة إجازي مثلا. وبروح اجيب لي عطله وبجيب لي، مش كسونيمز كسب تايب اوف يعني، مش هذا مش كمان، مش مكنس، المكنس مش دقيق. للمشين ترانزليشن، لانها تبقى مربوطه مع لانها مربوطه مع الالجوريثم، احنا مبنيه ومربوطه مع الالجوريثم. للداتا انتجريشن اند انتربرابيلتي، مثلا لما بنربط على سبيل المثال في الاي جفرمنت بنربط وزارات مع بعض في كلمات، فلازم ما تشترك والى اخره، فلازم بلزم اشي هون زي قاموس، بس مش قاموس يعني عاده بستعمل فيها انتولوجي. سيمانتيك ويب، الويب 3.0 وابلكيشنز كثيره لهي. باختصار هذا نشوف كيف نطلع على الامر. عندنا كلمات، هذا مثال، عندنا كلمات، هاي الكلمات زي مصفوف في جدول، صف جدول الدوري، اجندة، نهر النيل، نهر، زجر، رتبة. اوه بجوز يعني شفتوا كلمات بالمحاضرة السابقة تاعت الجلوبال وي تاعت البيرتنت، استعملت اشي انا يعني في المثال شوي كده. طيب ناخذ كل كلمة للغة العربية وبنحط لها كل معانيها. يعني ناخذ جدول، شو معنى الجدول؟ مصفوف بيانات كانت بقوة مصفوفة بعمدة أو نهر صغير، أو إذا جدول تصير رتب الأشواق على شكل جدول. شو معنى صف؟ مجموعة من التلاميذ في مستوى تعليمي واحد، بنقول عنهم الصف. أو صف اللي ورا بعض، اللي هم ترتيب الأشياء تكون في مستوي وجنبا إلى جنب. يكون صف الكراسي، صف ال... شو معنى الترتيب؟ يعني بقول إيش هالترتيب اللي عملتيه، يعني شو يعني تنظيم الاشياء بصوره منهجيه، او شو ترتيبك بالصف، يعني موضعك ضمن نسق تعاقبي. طيب فاخذنا كلمات اللغه العربيه، عملنا لكل كلمه جلوس، يعني حددنا معنى كل كلمه وكتبنا لها، هاي نسميها جلوس. وعملنا رقم، رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذا رقم الكونسبت، هاي رقم الكونسبت، ويعني زي السنسيت اي دي بالويب نت. هلا وين البروسومي هون؟ وين السنونومي؟ وين على فكره الجراف تبعه هذا بيختلف، بس هي نفس الويب نت نفسه. تقدر تحول في راسك الدايجرام اللي شايفه للويب نت ستراكشر؟ طبعا. اذا عندي جدول بجوز مثلا عندي جدول كمترادف له، سوري كمترادف بجوز احط هون كلمه ثانيه، او سوري اذا جدول معناها هذا المعنى موجود، لازم كان احطه، يعني احطه هون واكرر نفس الرقم المعنى.
نرسم لينك به هاي صح؟ طيب هاي نسميها الليكسيكال يونت طبعا تعرفوا مش وير بسيرش لانه مرات عندي اكثر من وير فهاي الليكسيكال يونت صح؟ زي ما قلنا هاي عباره عن كونسبت اي دي كونسبت يونيك ريفرنس مظبوط؟ هاي الجلوس هاي الجلوس to describe a concept it's a sentence to describe a concept هاي semantic relation حمل جنس من هاي part of جزء من هاي ما صدق عم نسميها اللي هي instance of زي وردة خير زي وردة destructive مية بالمية هلا شو يعني semantic relation it's a relation between concepts not the words طلعوا العلاقة وين جاي من concept لconcept العلاقة مش جاية من كلمة لكلمة، لاحظ؟ إذا العلاقة جاية من كلمة من 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 معنى لمعنى، شو بنسميها؟ سيمانتيك ريليشن، علاقة مفاهيمية. بس إذا كانت العلاقة جاية بين كلمتين، هناك بنسميها علاقة لغوية، ليكسيكال ريليشن، زي الروت أوف يعني كتب وكاتب. كتب كتب يعني كجدل أو زي مثلا بنقول يكتبون ويكتبان أو يكتب ويكتبان شو العلاقة بينهم؟ مش علاقة معنى هاي مش علاقة مفاهيمية هاي علاقة بين كلمتين إنه واحد مؤنث جمع مؤنث جمع مثنى مذكر لا الفعل هاي علاقة بين كلمات مش بين معاني هلا تعرفوا انه الانطولوجي هي معنيه ايش في المعنى فاحنا معناته بايش معنيه بالسيمانتيك ريليشن فالانطولوجي بالاخر بتصفي بين الكونسبت فالعرب الانطولوجي it's a set of concepts of all Arabic terms كمان مره هي مجموعة المفاهيم. أني مفاهيم؟ استخدام في اللغة العربية. تعال كلمات اللغة العربية. و semantic relations between concepts. The concepts. مش lexical relations. فالأنطولوجيا يعني عملية. شو هي التعريف؟ الأنطولوجيا العربية it's a set of concepts and relations between them بس الكونسبتس هون جاي لكلمات اللغة العربية والريليشنز بين المعاني مش بين الكلمات وفيش ليكسيكال ريليشنز يعني ما حدش يتوقع ان العربي انطولوجي يلقى فيها يكتبان ويكتب انه في عندنا عاملين علاقة بينهم مع انه على فكرة بالمناسبة موجودة العلاقة احنا مخزنين بس هاي ما كانش هدف طيب فعشان ابني انطولوجيا للغه العربيه شو بدي اسوي اذا؟ بدي اجمع كلمات واحدد معنى لكل كلمه اوصف جلوس وبعدين اعمل علاقات بين المعاني هاي بيطلع عندي تري اوف كونسبتس فهي شجره معاني كلمات اللغه العربيه شجرة معاني كلمات اللغة العربية هي أنطولوجيا اللغة العربية. شجرة هون يعني بنعني التشجير جاء من باب التصنيف دلالة. يعني بتكون زي ما أخذنا بالحكومة الإلكترونية إنه وزارة بتحكي عن إشي معين بتسميه إشي بس لما وزارة تانية بتستقبله باسم تاني بس هم من الآخر منين بيجيبوا المعنى من الأنطولوجيا. ممكن يعني من مثالك المفهوم مظبوط بجوز بالواقع شوي تكنيكلي مش بالي بس المفهوم نعم صحيح انه الانطولوجي تستعمل بالاخر يعني بمعنى اخر في عندنا شجره امحوا الكلمات امحوها نشيها صار في شجره معاني كلمات اللغه العربيه هاي هي انطولوجيا اللغه العربيه وكمان مره الشجره هاي التصنيف جاء بناء على تصنيف انطولوجي هلا هو بنومي يعني سالنا نيتف عربي سبيكينج بيبول Do you accept the sentence like إنه كل جدول هو مصفوفة؟ لا. سألناهم مش. هلا بدنا نفهم شو هو معنى هاي العلاقة. هلا بتشوفوا الفرق بين
السب تايب، السب تايب هو الهوبونيم. طيب هون على فكرة اتنشن، اتذكر انه في فرق بين التايب والانستنس. طلع شيء نحن نين صدق من ما صدق من نحن انستنس اوف نحن مش سب تايب اوف نحن زي. طيب علاقة جنس من it's a mathematical relation، هي علاقة سب تايب اوف سوري سب سيت اوف. يعني اذا كانت هاي، يعني هاي عبارة عن مجموعة وهاي مجموعة، بس هاي المجموعة مجموعة جزئية في هاي المجموعة، مزبوط؟ فصدق إذا لو عندي A subtype of B زي جدول subtype of مصفوفة، معناته every instance of A is an instance of B، كل instance لجدول هو بالضرورة instance لمصفوفة. لو عندي هذا نأخذ مثال، عندنا العالم في كلب اوبجيكتس، ليه؟ شو هم هذول الاوبجيكتس؟ يعني عندنا الكرسي والتلفزيون والانسان والسياره والشجره، كل شيء 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 موجود عندنا، ليه؟ ممكن انا اجي اقول اطلع على هاي الاشياء الكلام انه هذول مثلا ترتيبها، يعني اقول هاي الاوبجيكتس انا في شيء مشترك بينهم، هذول الاوبجيكتس الكلب هذا هاي الدائره هاي وهاي 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 اللي هم تنظيم الاشياء جنبا، تنظيم الاشياء بصوره منهجيه. يعني وين ما بشوف شيء نظم بصوره منهجيه، كيف يعني بصوره منهجيه؟ يعني انه له نسق معين، ها بقول هذا ترتيب. طيب شو رايك بالاغراض على الطاوله؟ مرتبات؟ نعم. الكراسي اللي هون مرتبات؟ ال 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 رسمتي هاي مرتبه؟ في لها طيب شايفين انتم؟ الشجره لما توقع الاوراق على الارض يعني تطلع تحت مرتبات ولا؟ نعم. طيب السلسله الاحجار مرتبه. طيب اذا انت في براسك ميزان، في براسك ميزان صفات شروط طلع عليها وتحكم هل هاي الاشياء ترتيب ولا مش ترتيب، مظبوط؟ صحيح. هذا الكلام كمان مره معناته انه هذا الكونسيبت اللي براسك لكلمه ترتيب، فانت رحت حكمت عن الاشياء بس هاي سميتها ترتيب، ليه؟ بعدين جيت قلت او في اشياء مرتبه فوق بعض، في اشياء مرتبه جنب بعض، في اشياء مرتبه ما بصير كيف مالها، يعني قلت اها انا في اشياء معينه اذا كانت الترتيب تبعها جنبا الى جنب الاشياء هاي سميتها انت ايش؟ مصفوفه، او يعني عملت دائره قلت هاي بتمثل كل الاشياء المرتبه بصوره منهجيه، مش بس بصوره منهجيه وجنبا الى جنب. لاحظ كل انستنس هون هو بالضروره وين؟ انستنس 14 صح؟ هو بالضرورة انستنس 14، بس مش العكس. يعني هون هذول شو معناهم؟ انه في بعض، مش كل شيء مرتب هو مصفوف، يعني مش كل شيء مرتب هو مصفوف. طيب ذكر كمان مرة سألنا الانجليش عشان نحط هاي العلاقة هون، سألنا الانجليش سبيكينج العربي سبيكينج بيبول، شو سألنا؟ حطينا ماثماتكس وصرنا نشتغل، صرنا نفكر بطريقة بعلم المنطق بالماثماتكس، فإذا سب تايب ريليشن. طيب لو هون حتى طلعت بزيادة
قلت انا مش بس في جد جنب الى جنب وكمان على شكل صفوف واعمده، في اشياء مرتبه، في اشياء مرتبه بنسق معين بنهج معين جنب الى جنب وعلى شكل صفوف واعمده، وكل حطيت عليهم دائره، هذول سميتهم جدول. فالجدول هو صفاته نفس صفات المصفوفة، بس شو بيختلف؟ انه مش بس جنب الى جنب. طيب فبالتالي عندنا الجدول الانستنس بتاع الجدول قلنا هي بالضرورة انستنسز لمصفوفة وبالضرورة انستنسز لترتيب. ونفس الشيء لو كملت بلكة اقول او هاي بعض الجداول هذول، بعض الجداول هذول ماله ومش جدول، هو في عناصر كيماوية، بس في عناصر كيماوية مرتبة حسب أوزانها الذرية. هذا النوع من الجداول، هذا النوع من الجداول أنا حطيت على قلمي وأعطيته اسم، وبالتالي هذا بصير سبطة من هذا، سبطة من هذا، سبطة من هذا، وهذا ممكن يكون عندي واحد رابع إذا كان في أيام السنة مرتبة ترتيب معين. فهاي هي عمليا شو معنى السب تايب اوف. وزي ما قلتوا، زي ما حكينا، احنا ما بنحكم بناء على العربيك نيتيف سبيكينج بيبول. هلا طبعا في توارد، بتعرفوا ليش في توارد، ونقول هذا كل كونسبت هون وبيحمل صفات الاكبر منه، كل الاكبر منه. هاي هيك معناتها اذا، بس على فكره بتجاوب هيك معناتها. كل اوبجيكت لكلاس هو بالضروره اوبجيكت للكلاس تبعت اب سي. هلا الهوبونومي it is a close to but not exact but not the same as the type of relation اللي عندنا في العربي كونتر. الفرق نهاية أكثر دقة. هناك سموها هوبونومي بقوا يوصفوا فيها بشكل عام، مش فاهمينها بشكلها الرياضي المنطق الفلسفي حتى. طيب في شيء بدي اشير له، في كثير مكانز عربيه ومكانز اجنبيه، مكنز يعني ثيزوروس، في عندهم علاقه بسموها اعم واخص. بكل في علاقه، هاي العلاقه اسمها اعم واخص. كيف يعني؟ مصفوفي اعم من جدول، جدول اعم من جدول دوري. هذا هبل، هذا اللي بقول هيك وانت مش فاهم راسه بالكامل. يعني لسه الويرد نت هوبونومي والى اخره هي لسه فيها شويه دقه، بس علاقه اعم واخص هذه علاقه، يعني هذا النوع من الانتاج المصادر اللغويه، هذا مش بس غير مفيد، يعني هذا خطا شنيع في علم اللغه. لانه شو هي يعني اعم واخص؟ طلع وشو حطوا؟ الصحراء والجبل، انو اعم؟ شو علاقة استرام الجمال؟ جمال فيش علاقة، فيش علاقة دلالية. زي علاقتي أنا إنسان مع الشارع اللي بمشي عليه، أو الهواء اللي بتنفسه، فهذا مش علاقة دلالية. طيب فهي عام وأخص. فبالتالي الأنطولوجيا العربية، شفتوا كيف الديزاين تبعها مستضيف، لأنه مش بس subtype انها mathematical relation، واحنا بالضرورة ممنوع يكون اذا في عندي sensitive A و sensitive B انا بسميها proper subtypes. فهي proper subtypes انه اذا A subtype of B ممنوع في اي لحظة من اللحظات، او ممنوع يكون A equal B، ممنوع يكون A equal B. يعني لو عندي انسان ومرأة، ممنوع الانستنس تاعون المرأة في العالم ايكوال في اي لحظة من اللحظات الانستنس تاعون الانسان. احنا ما بنحكيش عن ابلكيشن، بنحكي عن اللغة. فدائما لازم الابو لازم يكون اكبر ولو في انستنس واحد. بنستعمل الريجيديتي، بنستعمل في شيء بنسميه الانتقليد. في كثير مفاهيم ما فيش مجال اشرحها،
زي مثلا working table في الويب بين شفتوها الworking table محطوطة table صح؟ غلط. الworking table مش table. طب والworking table اليوم بتصير sleeping table بكرة، بتصير dining table بعد بكرة، ترى تغير صح؟ هذا بنسميه الرول زي student is a person. ها؟ نعم student مش person، student is a role. وعلى فكرة working table is a table. هو سوري is a role. رول التابل اللي بتلعبه student ودور برضه دور الشخص الإنسان بيلعبه صح؟ ففي كثير مفاهيم نتطرق لهاش هون بس ناخذها بعين الاعتبار. هلا تصبح الانطولوجيا مو انا وصلت الكاميرا انطولوجيا يا شجره وليست شبكه، يا مش شبكه زي الوردنه في مالتيبل انهيرتنس، هي ولا في سير سايكل، هي ضد شبكه. في كثير مفاهيم بشرحها زي ما حكيت موجوده عندي في محاضره، موجوده على هذا اللينك على كيف نتعامل مع البارت اوف والسب تايب اوف والانستنس اوف والى اخره. طيب في اي سؤال؟ محاضرة جاية نشرح عن ايش البلس.